عبر رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لكل من ساهم في خروج قانون الأسرة للنور بعد سنوات من الانتظار، على رأسهم صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وذلك بإصدار الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تضمنت خيرة العلماء والقضاة الشرعيين من الطائفتين الكريمتين للوقوف على صياغة مواد هذا المشروع، والذي تعد الموافقة عليه بالإجماع مكسبا كبيرا لمملكة البحرين ولوحدتها واستقرارها. وقال رئيس مجلس النواب إن هذا المشروع يعتبر بحق من أهم ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأكد أن من أهم مميزات قانون الأسرة الذي قرر المجلس الموافقة عليه اليوم وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى هو دعمه للحقوق والحريات ومحافظته على تماسك نسيج الأسرة البحرينية ومساهمته الفعالة في تقوية وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية. وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية خاصة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذ علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، طبعا نبارك لكم هذا الإنجاز الذي حققه مجلس النواب، وذلك في إطار توجيهات جلالة الملك المفدى بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة تعديلات مشروع قانون الأسرة، والذي أتت ثمارها اليوم طبعا من خلال موافقة مجلس النواب بالإجماع على قانون الأسرة. نتعرف على ما هي آلية عمل هذه اللجنة. مساء الخير أستاذ سهير، وشكرا لاستضافة، وذلك أيضا أنتهز الفرصة ومسي الخير على السادة المشاهدين. إذا أذنتي لي قبل ذلك، لابد من وقفة شكر ووقفة اعتزاز وامتنان لسيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على مبادراته الدائمة التي دائما ما تحقق توازن في كافة المجالات، وتعكس كذلك الهم الذي أحمله كحامي للدين والوطن، خصوصا ما يمثله جلالته من صمام أمان مقدرات هذا البلد الذي نعيش فيه. جلالة الملك، قبل يعني أن أذهب إلى يمكن اختصاصات اللجنة الشرعية، دائما ما يكون هو الحاضر وهو الذي يستوعب كل تطلعات وأمال الشعب من أجل مستقبل أفضل للبحرين، وفي هذا الموضوع صاحب الجلالة وضع نفسه كذلك ضمانة في رسوخ مواد وبلوغ القانون قانون الأسرة، حيث نصت المادة الأولى من المواد الإجرائية للقانون، يعني بما معناه لا يمكن أن يطرح أي تعديل على هذا القانون إلا بوجود لجنة شرعية من الطائفتين الكريمتين يتم تشكيلها بأمر ملكي، بمعنى أن صاحب الجلالة هو المظلة التي يستظل بها هذا القانون ومنها يستمد هذا القانون قوته. طبعا بالنسبة للجنة الشرعية، كما تعلمين بأن القانون نفسه يعني هو قانون فيه تخصص في الشريعة وفيه يعني سأقول حساسية، ولكن الحساسية هنا ما أقصد فيها حساسية التخصص، وبالتالي جاءت مبادرة ملكية من السيد صاحب الجلالة ليتم هناك يعني وضع أسس سليمة يتم من خلالها بناء قانون للأسرة، وبناء على ذلك تم تشكيل هذه اللجنة التي قامت ب قراءة هذا القانون وضمت طبعا من أهل الاختصاص يعني من مشايخ البحرين، وضعوا وصاغوا مبادئ شرعية. وهنا طبعا يعني اعتمدنا نحن في المجلس التشريعي على رأي هذه اللجنة، يعني ضمت هذه اللجنة كما تعلمين يعني الشيخ عبد الحسين بن خلف العصور والدكتور عبد اللطيف بن محمود آل محمود وغيرهم من خيرة رجال البحرين، وكذلك أيضا من الممارسين من الذين يعملون في مجال القضاء وهم أكثر إدراكا. أولا إلى الحاجة لهذا القانون، وكذلك إلى ضرورة أن تتوائم مواده وتوازن بين طبعا وجود نصوص شرعية يعني مرجعية لها، وفي ذات الوقت إمكانية تطبيقها كذلك. وهو يعني في مجمله أتصور هذا القانون هو قفزة كبيرة ويحقق تطور ملحوظ في معالجة القضايا المتعلقة بالأسرة، وله انعكاسات يعني كبيرة. يمكن أود إذا أذنتي لي في عجالة، يمكن أحد أهم انعكاسات هذا القانون أن هذا القانون فعلا وحد الطائفتين الكريمتين،
هذا القانون جاء ليوحد أحكام الأسرة في مجمل مواده، مع إعطاء كل مذهب يعني خصوصيته وضماناته الكافية. وأعتقد أن هذا يعني يعكس بشكل جلي الوضع أيضا المترابط بين أبناء البحرين، ويؤكد كذلك على متانة النسيج الاجتماعي. يمكن يحضرني أختي سهير اليوم أحد النواب الدكتور مجيد العصفور، هو شخص طبعا نكون له احترام كبير، في مداخلته اليوم في مجلس النواب قال يعني قال جملة ما زالت في بالي، قال بأن البحرين اليوم تصوت لأجل الوطن وليس لأجل الطائفة، وفعلا هذا القانون هو أكبر دليل أن البحرين دائما تصوت لأجل الوطن وليس لأجل الطائفة. نعم. السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. هذا وقد عقد مجلس النواب جلسته الاستثنائية الثالثة اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وقرر المجلس الموافقة بالإجماع على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية، وبصفة الاستعجال تمت إحالته إلى مجلس الشورى. في جلسته الاستثنائية الثالثة، وهي بالفعل كانت استثنائية في اتخاذ قرارها والمتمثل بالموافقة بالإجماع على إصدار قانون الأسرة، هذا القانون الذي خرج من مجلس النواب ليرى النور بعد سنوات قضاها بين ملفات التشريع، فالتوجيهات الملكية السامية بتشكيل اللجنة الشرعية لمراجعة التعديلات على هذا القانون كان لها الدور الأبرز في صيغته الحالية، ليؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز النسيج الاجتماعي للأسرة في البحرين. طبعا الشكر أولا لجلالة الملك إذ قام بأمر بإصدار أمر سامي، هذا الأمر السامي رفع من جانب التشريع بتشكيل اللجنة الشرعية التي ضمت جمع من علماء ومن خيرة علماء البحرين وبعضهم قضاة، وهذا الأمر عزز الثقة أنه إعطاء الأمر إلى أهل الاختصاص، وأيضا لم يكتفي بذلك جلالة الملك، وإنما أيضا تضمن هذا المشروع بقانون نص في المادة الثانية أنه لا يجوز تبديله أو تغييره إلا بالرجوع إلى اللجنة الشرعية، وهذا بالذات أيضا هو ما يطلبه الجميع كضمانة دستورية في هذا القانون. في الواقع هذا المشروع القانون جاء ليحل مشكلة كانت تعترض كثير من القضاة والمحامين في هذا المجال، أسس لمنهج التعايش ليس فقط على المستوى الاجتماعي وإنما أيضا على المستوى التشريعي. التوافق على وجود هذا القانون جاء ليوفر القاعدة السليمة لما سيطبق من الأحكام الشرعية، سواء ما هو مدرج في القانون أو ما اختص به كل مذهب على حدة، بعيدا عن كل الاعتراضات السياسية الطائفية التي كانت تعترض طريقه. جاءت هذه الموافقة لكي تؤكد على أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين وكذلك الحكومة مجمعان على تأكيد قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر عن طريق إصدار مثل هذا القانون الذي يحمل له بين دفتيه قانونا موحدا لأحوال الأسرة شاملا كل أحكام الزواج التي تم إدراجها فيه، وكذلك مراعاة الخصوصيات المذهبية الموجودة. الشيء الثاني وهو المهم أيضا أن هناك إجماع على أن قوى التطرف الطائفية التي أرادت أن تؤخر إصدار مثل هذا القانون أخيرا غير مبرر، والذي بالفعل أدى إلى ضرر في تطور القضائي في المحاكم، إلا أن اليوم هناك إجماع أيضا على أن هذه القوى قد تم دحرها. طبعا وجود سيد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله كضمانة دستورية لحفظ الدين والوطن، وعندما أصدر قراره بتشكيل اللجنة الشرعية كانت هي المطمئن الكبير ليس فقط أمانة للسادة النواب وليس فقط للرأي العام، حتى بالحكومة ذاتها عندما تعاطينا مع أحكام هذا القانون، وكنا حريصين على أن تكون هناك موافقة الجميع للرأي الشرعي الذي تم إبدائه في اللجنة.
توجيهات جلالة الملك المفدى كعادتها أثلجت صدر البحرين، وصوت مجلس النواب الذي أجمع على قانون الأسرة وعكس تماسك ووحدة المجتمع البحريني وعزز من حقوق المرأة البحرينية التي تعتبر هي نصفه المشرق. وحول مشروع قانون الأسرة معنا في استديو مركز الأخبار سعادة النائب جميلة دكتورة جميلة السماك عضو مجلس النواب. بداية نرحب بك دكتورة جميلة في مركز استديو مركز الأخبار. طبعا كما ذكر التقرير بأن توجيهات جلالة الملك المفدى قد أثلجت صدر البحرين اليوم، وقد ظهر اليوم قانون الأسرة إلى النور بعد سنوات طويلة من المناقشة والتداول في جلسات مجلس النواب. ما أهمية اليوم وجود لجنة شرعية في يعني أسهمت بشكل واضح في إخراج هذا القانون اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وجود هذا القانون يعتبر إنجاز كبير إلى البحرين، يعتبر إنجاز كبير على جميع الأصعدة. إذا أخذناه على الجانب الأسري والاجتماعي والتنموي، فهذا إنجاز بالنسبة إلى حفظ كرامة الأسرة وحفظ حقوقها واستقرارها. لا شك فيه، مما لا شك فيه، بأن استقرار الأسرة هو استقرار للمجتمع، واستقرار للمجتمع هو تنمية وتقدم وتطور إلى المجتمع. بالنسبة إلى الشق الثاني أو النقطة الثانية، هي عبارة عن إنجاز أيضا من الناحية الوطنية. اليوم هذا القانون يعزز المثل الإيجابية ويعزز القيم والوحدة الوطنية بين أفراد الشعب الواحد. اليوم لما تتفق الطائفتين الكريمتين على إنجاز قانون موحد، هذا يعني أن هناك تماسك ووحدة وطنية بين أفراد المجتمع وولاء تام إلى قيادتنا الرشيدة. هذا القانون يعني يكون ضربة قاسية لمن يشكك، ومن يشكك في ولاء أفراد الشعب في تمسكه وفي وحدته الوطنية إلى قيادته. طبعا هذا بالنسبة إلى القانون. أيضا هناك إحنا نلاحظ أن المرأة عندما تولى صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، أعطى المرأة جميع حقوقها ابتداء من ميثاق العمل الوطني الذي أعطى للمرأة الحق في التصويت، ثم جاء الدستور والذي أيضا أعطى المرأة جميع حقوقها. ولكن كيف يتم ترجمة حقوق المرأة في الواقع إذا لم يوجد قانون؟ اليوم عندما وجد هذا القانون، هذه ترجمة حقيقية وإيجابية إلى ميثاق العمل الوطني وإلى الدستور في بشكل إيجابي من أجل مساندة المرأة ومن أجل إعطائها جميع حقوقها بشكل عملي. مما لا شك في هذا القانون سوف يدفع بالمسيرة التنموية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جاء من أجل إعطاء المرأة جميع حقوقها، وبالتالي وجود قانون مثل هذا يعني يؤدي إلى استقرار الأسرة ويؤدي إلى ثباتها وطمأنتها. النقطة الثانية، مما لا شك فيه، أن وجود لجنة شرعية أنشأها المقام السامي لجلالة الملك، هذه اللجنة عندما شكلت من الثقات الشرعيين في مملكة البحرين، دلالة على حكمة جلالة الملك، على رؤيته الثاقبة في إدارة الأمور. أيضا هذا لا يعطي مجال للتشكيك إذا وجدت لجنة منبثقة من الثقات من الشرعيين في البحرين، من يصيغون ومن يعدلون ومن حتى يخرج هذا القانون إلى النور. هذا يعني أنه لا مجال إلى التشكيك بأن هناك أي ثغرة قد يعني تكون لا توجد فيها أو لا تكون مصاغة ضمن الأحكام الشرعية أو الإسلامية. نعم دكتورة جميلة، كانت الأرقام يعني الأرقام في المحاكم الشرعية ربما أيضا دفعت السادة النواب اليوم إلى أن تكون جميع مداخلاتهم في جلسة المجلس النواب تصب في ضرورة إيجاد مثل هذا القانون وتحريره من بوتقة يعني السلطة التشريعية وأن يخرج إلى النور. ما هي المرحلة المقبلة لهذا المشروع؟
طبعا المرحلة المقبلة احنا لا ننسى وجود قانون يضاف إلى سلسلة القوانين في بلد القانون والمؤسسات. نعم بالطبع. هذا يدل على أن احنا نسير في مرحلة تنموية شاملة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. لابد ولا شك أن وجود قانون مثل هذا سوف يعزز المسيرة التنموية، سوف يعزز يعني حفظ حقوق المرأة وحفظ حقوق الأسرة في هذا الجانب. نحن نرى بأن وجود هذا القانون سوف يقلل من نسبة طبعا المشاكل الأسرية ونسبة أو الأرقام التي تكلمتي عنها سوف يقلل نسبتها في المحاكم الأسرية. ليش؟ لأن هناك قانون ممكن أن يفصل بين النزاعات الأسرية، أن يحفظ كرامة المرأة، أن يحفظ المرأة من العنف الأسري. فنحن نسير ولله الحمد في نحو التنمية الشاملة ونحو الاستقرار الأسري بوجود هذا القانون. طبعا هذا القانون سوف يدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة طبعا وجهود صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة التي تدعم دائما المرأة البحرينية، سوف يدعم هذا المشروع. وهي يعني دائما سموها كانت ترعى وتدعم المرأة البحرينية في جميع المجالات. هذا سوف يدعم، صحيح، هذا سوف يدعم أيضا الخطة الوطنية لتعزيز استراتيجية نهوض المرأة البحرينية. هذه الخطة طبعا مما لا شك فيه هي السيدة الأولى في المجتمع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، لا نملك إلا أن نشكرها جزيل الشكر بالطبع من هذا المنبر، لأنها هي فعلا الداعمة الأولى لهذا المشروع أو لهذا القانون. أيضا يعني نشكر صاحب الجلالة الملكة المفدى لحكمته ورؤيته الثاقبة ووجود تشكيل مثل هذه اللجنة الشرعية. ربما هي سابقة في الخليج. فعلا هي سابقة وتعتبر نعم. من يعني من الإنجازات الوطنية أو الإنجازات طبعا. التنموية الحقوقية المجتمعية على مستوى الخليج وحتى على كثير من الدول العالمية. ترى يعني حتى هذا القانون لا يوجد في كثير من الدول العالمية، احنا لا نتكلم عن فقط الخليج ولكن فعلا نتكلم على مستوى على المستوى العالمي والدولي. يعتبر البحرين من ضمن الإنجازات الكبيرة في عهد صاحب الجلالة الملك المفدى. نعم دكتور.